السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة مع صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والعربية والدولية. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة المدى، ففي مقاله ما تبقى من بنى الطبقة العاملة العراقية، وجه رزاق عدائي نقدا شديدا للحكومة العراقية والأحزاب الحاكمة بشأن تعاملهم مع الطبقة العاملة. وأوضح الكاتب أن السياسات الحكومية والتحالفات السياسية لم تنجح في تمثيل مصالح الطبقة العاملة أو تحسين وضعها، وانتقد عدائي الأحزاب السياسية لتقديمها وعودا لا تتماشى مع الواقع الذي يعيشه العمال، وكيف أن هذه الأحزاب تستغل الديمقراطية أداة للبقاء في السلطة دون الاهتمام بتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. في مناخ الوحشية العولمية لابد أن تتغير المفاهيم والمصطلحات والإطارات العامة للنظرية، وما زالت الماركسية تقرأ بصفتها علم دراسة تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي. فعل الوعي السياسي للطبقة العاملة من خلال طليعتها أن يدرك معطيات واقعه الراهن والمحلي ليضع البرامج والسبل التي تناسب ممكناته. فالطبقة العاملة العراقية اليوم غير واضحة المعالم في ظل تغلغل التشوهات في البنيتين الاقتصادية والاجتماعية، فمن الصعوبة بمكان إدراك توجهات الاقتصاد العراقي إذا قيض لنا أن نعتبره أنموذجا من خلال إدراك تداخل المنظومات والقوانين بين اقتصاد مركزي واتجاهات القطاع الخاص، مما يترك تداعياته في توجهات الطبقة العاملة العراقية والفواعل الأخرى في الخريطة الاقتصادية، ناهيك عن الازدواجية والتشويش في البنية الأيديولوجية لشرائح العمال العراقية المترنحة تحت وطأة الخرافة والأساطير، مما يجعل غيابها مزدوجا بين جو العمل والبنية المجتمعية الآخذة بالتخلف والارتداد، وهذا يدفعها للذهاب بعيدا في مسارب الاغتراب. ويضيف الكاتب: لو تيسر لنا أن نعقد مقارنة بسيطة سياسية اجتماعية بين الطبقة العاملة العراقية في العهود الجمهورية مع فعاليتها في العهد الملكي نجد فرقا كبيرا لصالح الأخير. ومن صحيفة العربية الجديد نقرأ مقالا بعنوان نينوى الأكثر احتضانا، في مقال نشرته صحيفة العربية الجديد يسلط الضوء على الوضع الصحي المتردي في محافظة نينوى، إذ تعاني المحافظة ازديادا في عدد الإصابات بأمراض السرطان مع غياب مستشفى متخصص لعلاج هذه الأمراض. المقال يبرز الإهمال الحكومي في توفير البنية التحتية الصحية اللازمة وتأخر إنشاء مستشفى الأورام السرطانية، على الرغم من الوعود الحكومية بتحسين الخدمات الصحية بعد استعادة الموصل من تنظيم داعش. خبراء صحيون وصفوا تصدر نينوى نسبة الإصابات بأمراض السرطان على مستوى العراق بأنها مفاجأة، خصوصا أنها تخلو من مستشفى تخصصي لعلاج هذه الأمراض وتفتقر إلى الأجهزة الخاصة بمنح العلاج بالإشعاع للمرضى، ويضطر المصابون بأمراض السرطان في نينوى إلى السفر إلى محافظات مجاورة في إقليم كردستان أو إلى العاصمة بغداد أو إلى محافظات في الجنوب لتلقي العلاج بالإشعاع، علما بأن السلطات كانت وعدت بتوفيرها بعد استعادة الموصل عام 2017. ويضيف الكاتب أن مدير مستشفى الأورام والطب الذري في نينوى عبد القادر سالم قال في حديثه للعربي الجديد إن إصابات السرطان لا تحسب بعددها لكن بنسبة حدوثها لدى 100,000 نسمة، ويتغير عدد الحالات بحسب التزايد السكاني، ونسبة حدوث المرض في العراق هي 92 حالة لكل 100,000 نسمة، وفي نينوى 64 حالة لكل 100,000 نسمة، ولدى حساب عدد المرضى يبدو أنه أكبر في نينوى لأن عدد سكانها يمثل نسبة 10% من سكان العراق، وهذه النسبة مقارنة بعدد السكان أعلى بكثير منها لدى سكان محافظات أخرى. من موقع عربي 21 نقرأ مقالا بعنوان جنون من هارفارد للكاتبة سوسن الأبطح.
ذكرت فيه قبل الحرب على غزة كانت المطالبة بمقاطعة أي نوع لإسرائيل أو المستوطنات في الضفة كانت مخالفة يعاقب عليها القانون الأمريكي في أكثر من 27 ولاية أمريكية. ولكن تحت وقع شلالات الدم وغضب الطلاب من مشاركة جامعات في تمويل المذابح واعتصاماتهم وخيامهم وتظاهراتهم، قد وافقت جامعات عديدة على رأس هارفارد صاحبة أكبر وقف استثماري أكاديمي في العالم يبلغ 50 مليار دولار، وافقت على إلغاء العقوبات عن الطلاب المتهمين بارتكاب مخالفات وإعطاء منح لفلسطينيين وفتح مركز للدراسات الفلسطينية. الأهم من كل هذا أن توافق جامعة هارفارد على فتح نقاشات مع الطلاب عن الاستثمارات السخية التي توظف في شركات إسرائيلية أو تسهم في دعم الحرب على غزة. فالحديث في هذا الموضوع قبل أسابيع كان ضربا من الخيال. وافقت جامعات عدة على مناقشة موضوع الاستثمارات مع طلابها المحتجين، بينها نورث ويسترن وروتجرز. أما جامعة براون فكانت السباقة بالموافقة على إجراء تصويت على سحب الاستثمارات، غير أن هارفارد هي تحديدا التي أثارت غضب مناصري إسرائيل وقلقهم، رغم أن ما وعدت به طلابها مجرد تنازل جزئي وشفهي من السهل تمييعه. ومع ذلك فالحملات مستشيطة لأنها زبدة الزبدة من ناحية، ثم لأن حجم استثماراتها يفوق ميزانيات أكثر من 100 دولة في العالم. أما جامعة كولومبيا قائدة الاحتجاجات بإدارة الدكتورة نعمة شفيق فلا خوف عليها، إلا أن مدرسة الاتحاد اللاهوتية التابعة لها قررت منفردة أن تدعم سحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد بشكل كبير من الحرب في فلسطين، وهو ما يجعل مناصري إسرائيل يتوجسون من ذلك في الكليات الأخرى وتفلت كولومبيا من أيديهم. وتضيف الكاتبة أن نفوذا كبيرا للوبي الصهيوني في الجامعات وضغطا قاسيا على الطلاب، مما يجعل مقارنة ما يحدث اليوم بالاحتجاجات الجامعية لإنهاء حرب فيتنام أو محاربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا غير عادلة. وقتها سحبت 155 جامعة استثماراتها، وكان ثمة خجل واضح من دعم العنصرية، مما جعل الحكومة ترضخ رسميا للمطالب عام 1986. ومن صحيفة الاندبندنت نقرأ مقالا بعنوان الكويت إلى أين؟ لوزير الإعلام السابق في الكويت سعد بن طفل العجمي، سلط فيه الضوء على التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة التي تواجه الكويت. وقد ناقش العجمي في مقاله التأثير السيء لنظام الصوت الواحد الذي عمق الشروخ المجتمعية في وقت كانت البلاد في أمس الحاجة إلى وحدتها الوطنية. ويذكر أيضا التعاون بين الحكومة والبرلمان الذي أضر بمصالح البلاد، كما ورد في خطاب الأمير الشيخ مشعل إذ يعبر عن ترقب مشوب بالأمل والقلق عن مستقبل الحكومة الجديدة في مواجهة الفساد وتحسين الخدمات العامة. وتساءل كذلك الكاتب عما إذا كانت الحكومة ستكون شفافة وقوية في محاربة الفساد وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الكويت. وكانت جميع القوى والشخصيات السياسية الوطنية قد التزمت بمقاطعة الانتخابات، لكنها بدأت بالتراجع عن موقفها واحدة تلو الأخرى، بعد أن أقسم بعضها أغلظ الأيمان ألا يشارك في انتخابات الصوت الواحد غير الدستورية. ويضيف الكاتب أن الصوت الواحد تسبب في تعميق الشروخ المجتمعية من طائفية وفئوية وقبلية داخل المجتمع الكويتي في وقت هم أحوج ما يكونون إلى وحدتهم الوطنية. وأخرجت انتخابات الصوت الواحد نماذج غير مسبوقة من نواب دخل بعضهم البرلمان حفاة عراه فأصبحوا من أصحاب الملايين، وتحول البرلمان لغالبيتهم إلى بوابة للثراء غير المشروع، وأسهموا مساهمة مدمرة في الفساد الإداري والتعيينات. ويشير الكاتب إلى أن بعض المشادات الكلامية تطورت إلى تراشق بالأحذية داخل البرلمان، وتحولت الحملات الانتخابية إلى مزادات كلامية واستنهاضات للعصبية والطائفية وهيجان صوتي لشحن الناخبين للحصول على أصواتهم
من دون أن يكون في فحواها مادة برامجية أو نظرة رجال دولة تشرع للناس بما يضمن حقوقهم ويدافع عن حرياتهم وأموالهم العامة. وعن الاحتجاجات الطلابية حول العالم، المرحلة الحرجة للاحتلال الإسرائيلي، كتب حسن عبيد مقالا في موقع الجزيرة نت جاء فيه: أصبحت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لإسرائيل سمة بارزة في حرم الجامعات الأمريكية والأوروبية منذ 7 من شهر تشرين الأول العام الماضي، وقد وصلت الاحتجاجات ذروتها مرات عديدة، وكان في شهر كانون الأول أبرزها عندما أدلى رؤساء جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بنسلفانيا بشهادات أمام الكونغرس وعلاقتها بادعاءات معاداة السامية في الحرم الجامعي، وإن كانت حقيقة أو افتراضية وعلى إثر حملات تحريض من اللوبي الإسرائيلي، قدم مجموعة من رؤساء الجامعات استقالاتهم وأبرزهم رئيسة جامعة هارفارد السابقة كلودين جاي ورئيسة جامعة بنسلفانيا الأمريكية ليس ماجل. تصاعدت الاحتجاجات في العديد من الجامعات الأمريكية وخاصة جامعة هارفارد، الأمر الذي ألهم المظاهرات في جامعات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، وكذلك في كندا وأستراليا وفرنسا. ويضيف الكاتب أن اللافت في احتجاجات الطلبة في الولايات المتحدة هو ردة فعل الإدارة الأمريكية وإدارات الجامعات التي واجهت الاحتجاجات بالعنف والاعتقالات والفصل التعسفي وكيل الاتهامات مثل معاداة السامية ومناصرتها حماس وغيرها. وأشار الكاتب إلى أن هذه الممارسات وغيرها لم تكن ضد الاحتجاجات إلا لأنها تمثل نقطة حرجة بالنسبة للاحتلال، ليس فقط بعد 7 من تشرين الأول الماضي وإنما في تاريخ الاحتلال. والقصد بالنقطة الحرجة هو أنه إذا نجحت الاحتجاجات الطلابية في أن تتعدى مرحلة القمع إلى الانتشار ونجحت في تحقيق مطالبها، فإن مكانة إسرائيل ستتضرر استراتيجياً. ويضيف الكاتب أن هناك ميزة في الاحتجاجات الطلابية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي أنها عابرة للفئات والأيديولوجيات، فرغم التنوع الكبير بين أفراد الطلبة، فإن ما يخيف الاحتلال هو تشكل هوية طلابية جماعية بعيدة عن الاعتبارات السياسية التقليدية. هذه وقفة قصيرة مشاهدينا مع رسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. وهذه صور للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، إذ واصل مئات الأردنيين حركهم التضامني مع غزة بتنظيم مسيرة في العاصمة عمان تحت شعار غزة تقاوم ورفح مقبرة الغزاة
للصهاينة، هذا وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان وصولا إلى ساحة النخيل، عبر خلالها المتظاهرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين ورفضهم للحرب الصهيونية والعدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الغاصب على غزة. ونتابع الآن مشاهدينا المقطع المصور الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نادي عصافير في الجنة، يا بخت الجنة فيهم، طول عمري عايش بتمنى يكبروا قدامي وربيهم. علاقتنا احنا ما بيننا ما بين بعض اكبر بكتير من الاشي اللي اساسا احنا فيه هلا، يعني حتى لو كانت بلحظة من اللحظات كنا بنحس انه يا رب انه بس نضلنا عايشين ونضلنا احنا مع بعض وتضل علاقتنا مع بعض وما نفقد حدا من الفرقة. فالحاول روق وهدي ايام الحلوة حترجع بالتأكيد. كوني انا من غزة بعيش بحصار، بعيش تحت احتلال، بعيش بظروف كتير صعبة، يمكن أي إنسان بالعالم ما يقدر يتحمل هذا الإشي، فالموسيقى كانت هي المهرب الوحيد لإلي من وأنا صغير. أنا من أول ما وصلت عن مش حاسة بإشي، معي فقدة متعة أي إشي، مع إنه أنا في مكان مفروض إنه كتير حلو وأنا حد بحب السفر كتير، بس ما في أي متعة لأي حاجة، أشياء أول مرة بشوفها بحياتي مش قادرة أستمتع فيها لأنه كل عقلي وفكري وحياتي كلها بغزة وأهلي كلهم لسه بغزة. ف بس بدي تخلص الحرب، بدي أرجع غزة، بدي أرجع أنظف شوارعها، بدي أرجع أمشي فيها، بدي أرجع أحضن أهلي، بدنا نرجع نغني كلنا من المكان اللي احنا بدينا فيه. كان انفعال الاطفال وتفاعلهم مع الموسيقى وكيف بنسوا كل شيء وبنسى لو كان ايش مكان الظرف بنساه وبيضحك، بتشوف الضحكه من الدان للدان زي ما بيحكوا للطفل اول ما يسمع صوت الموسيقى. هذا كان الشيء بيثبت لي انه قديش الموسيقى مهمه في حياتنا وقديش عن جد عملت فرق كبير في قطاع غزه. أكيد راح نكمل هذا الطريق إنه نوصل صوتنا وصوت المواطن الغزاوي والمواطن الفلسطيني لكل العالم ونثبت لكل العالم إنه غزة مش دمار، غزة مش حرب، غزة بتحب الحياة، غزة بتحب الموسيقى، غزة عندها طاقات في جميع المجالات. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية مع صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.